لو انت بصيت على المواقع بتاع الجمعيه وعجبك الشغل بتاعنا وحسيت ان انت تحب انك تكون عضو من اعضاء العيله بتاعتنا، فانا دلوقتي هنا عشان اشرح لك ازاي ممكن تبقى عضو عندنا. في حاجه من النقطات ان شاء الله الفيديو ده هيفهمك وهيشرح لك الممبرشيب سيستم بتاعنا. دلوقتي هنشرح ايه هو الممبر وايه الكاندل عندنا. الممبرشيب سيستم بتاع الجمعيه بيعتمد على ان احنا ممكن حد يبقى ممبر عادي بيجي بيشتغل بيجي بيقدم بيقدم الابلكيشن اوف ممبرشيب بتاع الجمعيه وبيجينا في الانترفيو. بنبقى فيه كرايتيريا بنقيسه عليها. الكرايتيريا بتاعتنا بتعتمد على هو الشخص ده بيقدر ان هو يشتغل في تيم، يقدر ان هو فعلا يخلق تغيير جوه الجمعيه، ويقدر ان هو يكونتريبيوت ويقدر ان هو يقدم حاجه في الجمعيه بتاعتنا. الممبر لو عايز تبقى ممبر بتقدم الابلكيشن وبعد كده بنعملك الانترفيو. الممبر ممكن يبقى ميديكال، ممكن يبقى نون ميديكال. ميديكال ممكن يبقى في كليه طب، ممكن يبقى في كليه صيدله او في كليه اسنان. نون ميديكال مش شرط ان هو يعني مش بيبقى اسمه ممبر، هو بيبقى اسمه افيليت، يعني بيبقى دايركتلي بيشتغل معانا، بس هو ممكن فعلا يبقى ليه دور في الجمعيه ويشتغل. لكن لو انت مش حاسس ان انت تقدر دلوقتي ان انت تبقى ليك مسؤوليه عاليه او يبقى ليك انبوت عالي في الجمعيه، فانت ممكن تبقى كاندل. الكاندل ده بيبقى شخص مرتبط بفكرة، ممكن يبقى مرتبط ببرانش من البرانشات بتاعت الجمعية، فرع من فروع الجمعية، ممكن يبقى مرتبط بمشروع. هو شخص عايز يشتغل وعايز يدي، ولكن مش حاسس نفسه عنده الوقت او الامكانية، او ممكن مع الاسف في الانترفيو ما يبقاش عنده السكيلز المتطلبات بتاعت الانترفيو او بتاعت العضو بتاع الجمعية، فممكن يبقى كاندل، ممكن يشتغل. فده ممكن يبقى تبع برانش، ممكن يبقى تبع كلوب من الكلوبس بتاعت الجمعيه، او مشروع من مشاريع الجمعيه عندنا. فهو ده الفرق ما بين ان انت ممكن تبقى ممبر عضو وليك بروسيجرز ليك انترفيو بتبقى تحت مسؤوليه الجمعيه، او ان انت بتكون كانديد بتبقى تحت مسؤوليه المشروع او الفرع او الكلوب اللي انت تبعه، مش دايركتلي مع الجمعيه. طلاب طب مصر مش بتبقى دايركتلي ليك الارتباط الدايركت بالجمعيه بتاعتنا. هو ده الفرق ما بين الممبر وما بين الكاندنت. دلوقتي بعد ما عرفنا الفرق ما بين الكاندنت والممبر، خلينا ان انا ادعوكم ان انتوا لو حابين ان انتوا تبقوا كاندنت، فانتوا ممكن تقدم في حاجه من الحاجات الموجوده دي. ممكن تقدم في برانش، ممكن تقدم في كلاب، او ممكن تقدم في بروجكت. فنفترض ان مفيش حاجه انت حاببها من الحاجات دي، انت ممكن وحاسس ان انت ممكن يبقى مساهمتك في الجمعيه اعلى، خلاص قدم فوق ويبقى بيعملوا معاك.